رأيك في اللي بيدور على الساحة في الفترة الأخيرة؟ والله انا اللي بيدور في دماغي ان انا مبسوط وسعيد ان المجلس خد قرار وان شاء الله يتمسك بيه، ولو جاله حقه خلاص يلعب مع، يعني خلاص مفيش مشكله، بس حقك لازم يكون موجود. صحيح صحيح صحيح، احنا ضاغطين احنا حقنا فترات كبيره، ويمكن من فتره كبيره ما فيش قرار، يعني عايز اقول قرار قوي وما بنرجعش فيه. يمكن انا اتمنى المره دي يا احمد ان احنا ما نرجعش فيه، طالما انه وقع ظلم على الزمالك وجماهيره فاكتر من مره، ودي ملهاش علاقه لا بالانسحاب ولا بالنادي الاهلي او مباراه الاهلي، يعني الموضوع بره يخص اي نادي تاني، الموضوع يخص يخص نادي نادي الزمالك الزمالك صرف. والمسؤولين عن الكوره.